السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج جس صورت کی میں آپ کے لیے قرأت لے کے آئی ہوں وہ سورۃ رعد ہے۔ ویورز، سورۃ رعد قرآن پاک کی 13ویں صورت ہے، اس کی 6 رکوعات ہیں، 43 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ ویورز، سورۃ رعد قرآن پاک کے 13ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سے پہلے ویورز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئی ویورز، سمجھ کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ رعد کے رکوع نمبر 1 کی قرأت سماعت ہیں جس میں 1 آیت سے لے کے 7 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة الرعد مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم يوقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا وأإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، ويقول الذين كفروا لولا أنزل إليه آيات من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم حاد، صدق الله العظيم.